السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد تحت طلب ديالكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غدا نشارك معكم طريقه تحضير لي ميني برجر اللي كيكونوا ملونين على هذا الشكل، كيجيو رائعين شكلا ومذاقا، صالحين لاعياد الميلاد او لاي مناسبه كتخص الصغار وحتى الكبار. شكلهم كيجي راقي وكيعطي منظر زوين. في هذا الفيديو غادي نشارككم معكم بطريقه جد مبسطه، ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم، ومتاكده غادي تصبح معتمده عندكم. خليكم معايا حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه. وقبل ما نبداو كيف ديما، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشجعوني في التعليق. نخليكم الان مع المقادير والصور وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للعجين واللي هو الاساس، كنحتاج ليه 500 غرام ديال الدقيق، بيضه كامله، 10 غرام ديال خميره الخبز، الملح كتبقى حسب الذوق، ملعقه كبيره ديال السكر، 200 مللتر ما بين ماء وحليب اللي كيكونوا دافين. اول حاجه كنغربلو الدقيق، كنضيف ليه الخميره مع السكر، كنخلط الكل، من بعد كنضيف الملح، هنا ما كنحتاجوش نذوبوا السكر مع الخميره، كنضيف بيضه كامله وخليط الماء والحليب في الاخير، كنعجن عادي. المهم اننا كندلكوا العجين جيدا لمده 10 ديال الدقائق، يمكن لكم تعجنوها في العجانه حتى كنحصلوا على عجين رطب على هذا الشكل. من بعد 10 ديال الدقائق ديال العجن كنحصلوا على عجين مدلوك على هذا الشكل، كنشكلوا منه كره. ومباشره غادي نقسموها لعدد الاقسام اللي بغينا باش نلونوها. هنا قسمتها على 4 قطع، وكيف قلت فالعدد كيبقى حسب الالوان اللي بغيتو. هنايا لونتهم بالابيض، احتاجيت اللون الابيض، اللون البني الغامق اللي كيكون بحال الاسود، اللون الاصفر، واللون الاحمر. بالاستعانه بالقفازات باش ما نعمروش يدينا بالالوان، هنايا بديت باللون الابيض، بالنسبه للملون فاستعملت هذا اللي كيكون بودره، كنوضع الكميه اللي بغيت، كنوضع القليل من الماء وكنبدا العجن عادي. المهم اننا ندلكوها مزيان باش اللون يبان في العجين، كيصبح على هذا الشكل كما كتشوفوا، الفرق واضح ما بين العجينه والعجينه الملونه. غنمر مباشره باش نلون الاصفر بنفس الطريقه، القليل من الماء، وغدا ندلك العجين جيدا باش نحصلوا على لون مندمج مع العجين. من بعد ما كنتهي وكيندمج ليا اللون مع العجين، كنوضعوه في اناء اللي كيكون مدهون بالزيت، وكندهن وجه العجين بالزيت ايضا. نفس الشيء بالنسبه للون الاحمر، ايضا القليل من الماء، وكنعجنو مزيان باش يندمج لينا اللون مع العجين ونحصلو على عجينه ملونه بشكل جيد. اذا كان عندكم اللون الاسود يمكن لكم تعوضوه بهذا اللون، انا ما كانش عندي متوفر، لذلك اكتفيت باللون البني الغامق كما كتشوفوا، فتقريبا ميل الاسود. من بعد ما كنتهي كنوضعهم جانبا، كنغطيهم حتى كي يتضاعف الحجم ديالهم، يعني في هاد المرحله كنخليهم يخمروا. هنايا من بعد ما اختمروا تقريبا دوزوا ساعه،
ومن المهم ايضا اننا ما نحيدوش الهواء اللي كاين في العجين، يعني مباشره كنبداو التقطيع والتشكيل ديالها الكويرات. هنا استعنت بالميزان باش نحصل على كويرات متساويه. هنا درت 30 غرام في كل كويره، غنبقى مستمره حتى نكمل الكويرات كاملين ديال كاع الالوان. 30 غرام في كل وحده. يمكن لكم ديروا عينكم ميزانكم، لكن بالميزان غادي يكون احسن، غادي يعطينا كويرات متساويه وغادي يجيو تزوينين في المنظر. كنشكل كويرات على هذا الشكل، من بعد غادي نوضعهم في صينيه اللي غادا تدخل للفرن، وضعت تحت منها ورق الزبده. بالنسبه لهذه الكميه ديال 500 غرام فعطاتني كميه اخرى، غادي نغطيها وغادي نخليها تختمر للمره الثانيه. ايضا من بعد ما كتمر تقريبا 30 دقيقه، هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا. كناخذ القليل من الحليب اللي دوبت فيه القليل من السكر، وغادا ندهن الوجه ديال لي ميني برجر كما كتشوفوا. وبالنسبه للتزيين فاستعنت بالسمسم او الزنجلان الابيض، الزنجلان المحمر العادي، كذلك البافو، وكيبقى حسب الاختيار وحسب المتوفر. وفي هذه الأثناء فأنا شعلت على الفران تقريبا 180 درجة، غادي ندخلهم يطيبوا من الأسفل ومن الفوق. ومن المهم أننا نراقبوا الفرن ديالنا، من بعد ما كيطيبوا كنغطيهم واحد 15 دقيقة باش يحافظوا لنا على الرطوبية ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. بالنسبه للبرجر ديال اللون الابيض فما تخليهمش يتحمروا، فقط يعني كتحسوا بهم طابوا ونتفخوا مزيان، كيكونوا واجدين ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، من 20 حتى 25 دقيقه وحسب الفرن ديال كل واحد. المهم انكم تراقبوهم. كما كتشوفوا فكياخذوا واحد التحميره قليله من الاسفل، كيجيو على هذا الشكل. أنوريه لكم من الداخل، فكيجوا طيبين ورطبين بزاف. وصفة ناجحة 100%. الآن غادي نشكل معكم لي برجر. خديت هنايا الكفتة الخاصة بالبرجر، الجبن، الطماطم، وكذلك الخس اللي غسلته. بالنسبة لكفتة البرجر فغادي تلقاوها عندي في القناة خاصة بالبرجر. وهاد الصلصة اللي حضرتها بالبيت، صلصة مايونيز مع الموطارد، كتجي رائعة جدا. كنوضع القليل من الصلصة، الخس، طماطم، قطعة من الكفتة، وفي الأخير الجبن. كنوضع القليل من الصلصة في القطعة الأخرى من الخبز، وكنغلق الميني برجر ديالي بهاد العود على هاد الشكل. كما كتشوفوا فالشكل دياله كيجي رائع جدا. بالنسبة للحشو ديال البرجر فلكم الاختيار، يعني كتعمروه بداكشي اللي بغيتو، يمكن لكم تعمروه بمعقودة او لا بكفتة الدجاج، لكم الاختيار. هذا الشكل الاصفر كيجي حتى هو رائع جدا. كما كتشوفوا هذا الشكل ديالهم من الداخل كيجيو مسفجين ورطبين بزاف. انا متأكدة غادي تجربوهم وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم. كنبقى مستمرة كنعمر في ليميني برجر ديولي حتى كنتهي من الكميه اللي عندي ديال الكفته. وبالنسبه للميني برجر اللي كيبقاو كنحتفظوا بهم في المجمد حتى كنحتاجوهم وكنلقاوهم واجدين.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني برجر اللي حضرناهم في البيت. صراحة وصفة ناجحة 100%، ان شاء الله غادي تجربوها وغادا تعجبكم، ومتأكدة انها غادا تصبح معتمدة عندكم. اللي متأكدة منه ايضا ان الاطفال ديالكم غادي تعجبهم الوصفة. كنتمنى اذا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا لايك وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائدة. هنايا كنقول لكم شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.